بسم الله. دور نيش ده لكر كلير كود. الحاجات دي حد يعرف افضل طريقه نرشها ايه؟ يعني في ناس بتحب ترش الجسم بتاع المكنه الشكمان مش عارف ايه، يعني مثال الحاجات دي لو تدهن اللي هو الالكتروستاتيك ده يكون احسن عشان بتحمل حراره عاليه جدا. بسم الله نيها عشان ناخد الشفه اللي تحت. هنا احنا لفيناه الجزء ده اترش كمان، نجيب بقى الجزء دوت. بسم الله. تسلم ايدك يا حاج. دي ورقه طبعا مهمه جدا عشان ما فيش حاجه تدخل جوه ال ورنيش، يعني جوه التانك او حاجه ينزل بقى فلتر البنزين او كده. وخلي بالك ممكن تشيل عشان لو في حاجه ممكن تنقط لك هنا، يعني تخلي بالك. عرفونا بقى الناس اللي اشتغلت في الحاجات دي بأفضل دهان ايه، يعني دي بوية عربيات عادي. تسلم ايديكم يا وحوش، اللي عنده اضافة يسيبها في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تبقى الدنيا سالكة يا عم احمد العملية تبقى ماشية حلو، لما تبقى سالكة